رح تعرف هالانواع الثانية. هلا البارامترات اللي مرت معنا اغلبها ثابتة لانواع الاضاءة الثانية. التارجت دايركت اللي هو النوع الثاني اللي رح نشوفه، رح ارسمه على الواجهة كبس مع سحب. رسم معي طبعا كبس مع سحب لانه انا اخذت نوع التارجت، بينما عنا الفري اذا اخذتوه فري دايركت مجرد نقرا عم ينرسم معي. شوفوا الفرق بين الاثنين، هذا فري فانا لما بدي اتحكم فيه، شايفين شلون عم يمشي معي؟ كثير التحكم فيه مزعج، بدي افتله، بدي اعمل له روتيت افتله لحتى وجهه، كثير التحكم ركيك يعني بهالاسلوب هذا. بينما النوع الاضاءه الثاني بلاحظ عندي هون عنصر، هذا هو التارجت، فانا هون بكفي وين ما احركه شو عم يصير معي للضوء؟ عم يتوجه معي للشيء اللي بدي اضويه. هذا اسلوب اسهل بكثير بالتعامل، فهو الاساس رح يكون بالنسبه لنا. اول ما نضيف التارجت دايركت مثل ما شايفين عم يعطينا اسطواني وعم يضوي من خلالها. هلا اذا انتقلنا على الموديفاي، البارامترات الاولانيات بنعرفهم، رح نفعل منهم الظلال، انتنسيتي كلر مرينا عليها، الالوان والتلاشي. الدايركشنال بارامترز هي جديده عندي، الدايركشنال بارامترز هي مشان اتحكم انا بحجم الضوء. في عنا حالتين، اول حاله انه يكون بهالشكل هذا ضمن الاسطواني بس يلقي، فانا ممكن هون انا اتحكم فيها صغيره او كبره، تمام. وفي عنا شيء اسمه الفول اوف، ملاحظين كل ما وسعت الحرف شو عم يصير فيه؟ شايفين شلون الحد هون فرق بسيط، فالحرف حد كبرناه اكثر اعطاني نعومه اكثر للحرف. الحاله الثانيه ممكن انا استعملها انه لا انا ما بدي ضمن اطار، بقول له شيء اسمه اوفر شوت، فاوفر شوت شو صار؟ عم يعطيني اضاءه محيطه بكل الجسم او بكل المشهد. بس هاي بدنا ننتبه لشغله لملاحظه عنا، انه قيمه الفول اوف لساتها موجوده عندي. فانا هون اذا حطيت اباريق شاي برات الاطار هذا، لاحظوا انه الظلال لإلها موجود عندي شيء ظلال ما انا مدروسه. فدائما لما بدي انا اعمل اضاءه قيمه الفول اوف لازم تكون تحتوي كل المشهد اللي عندي اياه، فرح وسعها. شايفين شلون زودتها شوي هون بس مشان ما تضايقنا بالشغل، فلازم تحتوي كل المشهد اللي عندي، لانه اذا صغرت او طلعت معي برات المشهد، شايفين الظل هون شلون عم يندرس بس ضمن هالاطار هاد. هاي خلوها ببالكم كمان مشان اذا صار معكم مشاكل تعرفوا انه المشكله من قيمه الفول اوف. هاي هي دايركشن بارامترز، قيمه كثير بسيطه. في عنا هون انه والله ممكن يكون ضوء سيركل وريكتانجل مربع، ما بعرف شو ممكن نلزم الناس موجود كخيار يعني ضمن خيار الاضاءات. التارجت دايركت بالواقع مثل ما حكينا هو راح يكون محاكي لاضاءه الشمس. فانا اذا عندي هون مشهد خارجي لما بدكم تجربوا كبروا البلين مشان تندرس معكم الظلال بأريحية. صغير هذا البلين شوي، عبارة عن مجموعة كتل، خلينا نقول كتلة مبنى خارجي. فلاحظوا هون الظلال إذا شفتها على التوب، شايفين كيف كلها متوازية؟ بينما مثلا أنا إذا كنت آخذ هون خلونا نطفي الضوء هذا، هي الإضاءة اون، بينما لو كنت اخذ مثلا سبوت لايت، خلينا ناخذ التارجت سبوت وضوينا فيه المشهد، رز على الشيدد، فعل الظلال بس فيه من الشادوز. شايفين شلون الظلال هون طالعه؟ طبعا كثير شيء ما انه واقعي، احيانا في يعني ممكن الواحد يخربط يحطها بدال تارجت دايركت، كثير بتطلع شيء وهمي يعني مبين انه الضوء هون. شغله ثانيه لما بحط التارجت دايركت وبدي اشتغل فيه، ما بجي بحطوه يعني ما بحطه هيك لازق بالكتل بحيث انه يصير التحكم فيه صعب، فممكن بعيده مني بكسب انه ما عاد حرق لي الاضاءه، ما عاد اجت قريبه عليها، وبصير التحكم فيها انعم بالنسبه للشمس. هاي بالنسبه للتارجت دايركت. هلا احنا هون في حال ظلال فعالي عندنا، في حال اخذنا لقطه مثلا هيك وعملنا ريندر للمشهد، هون
شايفين النتيجة اللي صارت معنا. وظلالهم مثل ما حكينا كلها سودي 100%. هلا رح نضيف مع عنصر تاني اللي هو حكينا عنه شيء اسمه سكايلايت. إضافة سكايلايت هو الواقع مجرد نقرة وحدي نرسم معي. شايفين شكل العنصر؟ هلا هذا ما له علاقة سكايلايت بموقعه ولا له علاقة بحجمه للضوء. هو مثل خلونا نقول تفعيل أمر ما أكثر. سكايلايت مرتبط كمان بلون السماء، بقدر أحدده من قلبه. قصاصه كتير بسيطة مثل ما شايفين، بس الشدي ولون السماء اللي هي شو مثل ما قلنا لون الإضاءة عندي بشكل عام. مبدئيا رح أغير بس لون الإضاءة، ما مشان تعطيني ضوء بس مشان الخلفية يعني ما تضرب علي اللون الأسود. أوكي. رح فعل هون الظلال شيء اسمه كاست شادوز. هلا القيم رح خفيفة شوي بعدين بقول لكم شو هني كيف رح نتعامل معه. نعطي رندر بس ديكم تشوفوا الفرق كيف راح تكون اللقطة قبل وكيف راح تصير معنا هلا. شوفوا فرق وقت الرندر أول شيء. أنا طفيت التارجت دايركت. التلاشي بطول هو الديكي اللي شفناه. لا قصدي المسافه بينه وبين البوكس اللي هو ايه فهمت عليك. هلا رح نحكي عنه. هي مبدا الديكي اللي شفناه بالاومني نفسه موجود فبتقدر تحددها. شوف النتيجه طبعا لاحظوا فرق الواقعيه بين قبل وبعد طبعا فرق كبير. الشيء الثاني انا هون ماني ضايف اضاءه على اليسار بس اللي صار اضافه سكاي لايت شو عملت لي؟ لحالها اعطتني جو اضاءه على الجهة الثانية أو على الواجهة الثانية. الشغلة الثانية الظلال على الأرض ما عادت عندي سودي 100%. شايفين شلون أخذي لونه من الأرضية؟ وطبعا هذا الشيء الواقعي بس مثل ما شفنا وقت الرندر عم يفرق معنا كثير. فهي بدنا ننتبه لها. ممكن اللقطة النهائية تاخذ معنا نص ساعة أو أكثر شوي بالرندر إذا في عنا كثير أنواع ظلال. هلا في شغلة صرنا لازم ننتبه لها إنه عندي أنا الدايركت دايركت ماشي؟ التارجت دايركت وال سكاي لايت اللي هي ضوء الشمس. هدول بدنا نوازن بيناتهم لحتى نحدد وقت الإضاءة. فعلى مشهد خارجي إذا افترضنا هيك مشهد أول شيء أنا بدي أحدد وقت الإضاءة اللي بدي استعمله. فممكن يكون عندي إضاءة غروب أو إضاءة ظهر. طيب هلا بالنسبة لإضاءة الغروب مين الأساس عندي؟ الإضاءة العامة ولا إضاءة الشمس؟ بشكل عام الإضاءة العامة ما هيك؟ فرح نخفف إضاءة التارجت دايركت المالتي بلاير لإله رح يكون خفيفة. فالظلال شو رح تصير عندي بشكل عام؟ رح تخف. معي انتو ولا خلصتوا اليوم؟ ما بعرف عم احكي كلام غريب شيء. فمنخفف اضاءة الشمس ومن اول اضاءة العامة فالظلال رح يصير معي رح تعطينا ظلال ناعمة اللي هي من اضاءة الغروب. بينما بوقت الظهر بالعكس ملاحظة الظلال حدي بتكون ومعتمة كتير. فهون رح نقوي اضاءة الشمس ونخفف إضاءة سكاي لايت. هيك بكون أنا حصلت على وقت الإضاءة المقبول. طبعا عدا عن أنه الألوان أنا بوقت الظهر ممكن ميلة لأزرق شوي أو أعطيه لون حيادي. وقت الغروب ميلة للون الغروب أكثر، ميل على أحمر أكثر أو برتقاني برتقاني لأصفر هيك شي يعني حسب الوقت. اهم شيء كمان نعرفه هي زاوية الاضاءة. يعني انا ما بجي بعمل والله ضوء هيك وانه هلا بدي اعمل اضاءة غروب. بدنا ننتبه لشغلة انه وقت الغروب تكون منح الشمس بهالشكل هذا مثلا، بينما لما بدنا نعمل هيك زاوية هي كلها رح تكون اضاءة ظهر حسب زاوية الشمس بالنسبة للمشهد. هلا هون مشان الشيء اللي عم يسأل عنه محمد انه الديكي، انا هون بالوضع الطبيعي ما عندي تلاشي. بس هون اذا عملنا دي كي صار عندي تلاشي على الطول وبيتحدد عندي بدايته من قيمة ستارت. كتير حلو نضيفه لإضاءة بوقت غروب لأنه رح يعطيني الإضاءة أنعم من قبل. بوقت الظهر لا معلش بنخليها قوية ومنشيلها. بس هو بشكل عام ما في تلاشي بس أحيانا إذا قربنا الإضاءة كتير على الكتلة بتحرق محل
محل ما قريب عليا. ما موضوع تلاشى بس موضوع خلينا نقول وهج الإضاءة أو هيك شيء يعني بالمشاهد. تعرف بفضل نخليها بعيدة عن المشهد. هاي خطوات إضاءة مشهد خارجي رح أشوفها بالمستقبل يعني بتطبيقات أكثر. هلا بشكل عام تجهيز مشهد خارجي رح يكون بهالأسلوب هاد. حطينا تارجت دايركت، حطينا السكاي لايت مشان يعطيني إضاءة عامة. طبعا أهم شيء إنه أنا لما بدي أفحص ما بشعلهم اثنيناتهم سوا وبجرب. حطينا التارجت دايركت بفحص وبشوف لونه وبشوف ظلاله، خلصت منه شو بنعمل؟ بنطفيه وبنتقل على السكاي لايت، بنفحصها لحالها، بنفحص لونها، انتشار الضوء فيها. بس لخلص بفعلهم سوا وبرد بوازن بيناتهم مثل ما حكينا حسب الوقت. آخر شيء بدنا نحكيه إضافة خلفية. ممكن أنا أضيف هون بيتما رقم 8 مثل ما حكينا بالانفايرومنت. رح اضيف هون بالمابس ستاندرد نضيف بيت ماب. ننتقل هون لمجموعة الخامات اللي عنا، يعني في بالارك مات صور سما، وفي مجلد اسمه صور مجلد اسمه سكايز. اخراجات الديزاين نرجع لملف ال هاي سكايز عبارة عن صور سما. اخذ هاي مثلا، طبعا هاي بهمنا منها كمان انا لما بدي اخذ صورة سما انه تكون زاويتها معقولة حسب المشهد. فهي بدنا ننتبه لها. رح اخذ هاي مثلا. هلا انضافت عندي انا هون اذا بدي رح اطفي الاضاءة العامة بس مشان الوقت. اعطيه هون هون ونعمل ريندر. طافي التارجت دايركت ما في مشكلة. على العموم شايفين صورة السما شلون انضافت عندي. هلا الفكرة انا ما هون بدي اياها، معلش ارجع افعل التارجت دايركت هي هون. الفكرة اللي بدي اياها انه انا بدي اطبق المشهد حسب السما، فبدي اشوفها هون الصورة تكون موجودة عندي بالمسقط مع الاضاءة. فاللي ممكن اعمله انا هون بهيك حالي انه ندخل على الالت بي اذا بتتذكروا، انا مريت عليها كملاحظة بس ما طبقناها. هي الالت بي، هي اذا بتتذكروا شفينا منها الكورنيشات. فهون ممكن اقول له يوز انفايرمنت باك جراوند وشو اقول له ديسبلاي باك جراوند. من هون اخذ الصورة من الخلفية اللي ضفتها والديسبلاي اعطانا اياها بالمشهد هذا. شفنا شلون صارت معي بالمسقط. هون بقدر هلا اطبق اللقطة، خصوصا اذا عندي زاوية معينة يعني نطبقها. وبكفي عمل ريندر هون بصير المشهد الخارجي عندي تقريبا جاهز كإضاءة. تمام لهون.